Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى يوم جديد. واستيقظت اليوم وقررت أن يكون لدي اليوم فيديو مختلف أستطيع من خلاله أن أساعد الطلاب الذين يريدون أن يتعلموا اللغة الإنجليزية وما زالوا تائهين ولا يعرفون ما هي الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الإنجليزية. حقيقة يعني أنا أقابل طلاب شبه يوميا ويتحدثون عن يعني عدم معرفتهم ما هي الطريقة الصحيحة وما هو الأسلوب الصحيح لتعلم اللغة الإنجليزية. البعض يقول أنا أسمع كلام مختلف يا أستاذ، البعض يقول لي ركز على القواعد، والبعض الآخر يقول ركز على الكلمات، والبعض الآخر يقول تحدث وحاول أن، والبعض يقول أنا تعبت، والبعض يقول أنا مش عارف أركز على القواعد ولا على الكلمات ولا على النطق ولا على ماذا، والبعض يقول أنا مش عارف من فين أبدأ، والبعض يعني يجد البعض أن أصدقائه تعلموا الإنجليزية بسرعة ولكنه ما زال لم يتعلم اللغة الإنجليزية. فهل هناك يعني طريقة أو هناك أسلوب لا يعرفه هو وغيره عرفه وتعلموا اللغة الإنجليزية؟ الحقيقة هو سبب الفيديو لهذا اليوم أنه مزاجي كان رايق اليوم الصباح، فقررت أننا إن شاء الله أنزل فيديو مع منظر جميل، تحاولوا إن شاء الله أنكم تركزوا معي وتفهموا الفكرة التي أريد أن أوصلكم إياها. كل ما أريده منك أن تتخيل معي أنك تريد أن تتحدث مع شخص أجنبي أمريكي أو بريطاني أو كندي. هل تخيلت؟ جميل، عيش الدور معي الآن. هذا الشخص الأجنبي بجوارك أو أمامك أمريكي، نفترض أنه أمريكي. إذا أردت أن تجري معه حوار باللغة الإنجليزية فبالطبع أنت ستحتاج إما أن تسأله أسئلة فيجيب هو عليك، أو بدوره هو سيسألك بعض الأسئلة فتجيب أنت عليه. ومن هذه النقطة ستكتشف أنك محتاج إلى مجموعة من الأسئلة، سواء أنت تسألها أو إذا أحد آخر سألك هذه الأسئلة تستطيع أن تجيب عليها. لذلك أنت الآن ركز معي في هذا الفيديو، سأعطيك مجموعة من الأسئلة، 10 أسئلة، سأعطيك 10 أسئلة، لكن هذه 10 أسئلة بحيلة بسيطة وبسر خفي عرفه غيرك وأنت لم تعرفه، سنحول 10 أسئلة هذه إلى 40 أو 50 أو 60 سؤال. وكل ما هو مطلوب منك أن أولا تتقن هذه 10 أسئلة. كيف تتقنها؟ اتقنها نطقا ومعنى واستخداما. الذي يقول يا أستاذ أنت لا تعرف مستواي، أنا مستواي ضعيف جدا في اللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف أقرأ، أنا لا أعرف معنى الكلمة، أنا أتركك من كل هذا. هذا الفيديو قررت إن شاء الله أنه سيفيدك، شاركه مع غيرك وصدقني اصبر على هذا الفيديو وأعيد الفيديو هذا أكثر من مرة واسمع كلامي ونفذه، وأنا أوعدك بإذن الله تعالى أن مستواك في اللغة الإنجليزية في التحدث سيتغير بشكل ملحوظ وسيلاحظ الآخرين ذلك. أولا الأجنبي هذا أو الأمريكي الذي أمامك، أنت تريد أن تسأله أي سؤال، يعني نفترض أن السؤال الطبيعي المشهور What's your name؟ What's your name؟ أنا أعرف أنه أغلب الناس يعرفوا هذا السؤال. What's your name؟ أنت تعبت وحفظت هذا السؤال، اتركك من حفظ الكلمات What وإز لوحدها ويور لوحدها ونيم لوحدها، لا، أنت تحفظ السؤال كما هو. What's your name؟ What's your name؟ كل ما عليك فعله، والسر هنا والحبكة هنا، أن تغير كلمة واحدة في السؤال هذا وهو What's your job؟ غيرنا النيم إلى job، ما هي وظيفتك؟ What's your job؟ What's your job؟ كما أخبرتك حتى وإن كنت لا تعرف أن تقرأ احفظ الصوت. يا سيدي الطفل عندما يولد لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه من كثر الاستماع إلى والديه والناس يحفظ ما يسمعه بالتكرار، تكرار الاستماع وتكراره للكلمة يحفظ العبارة. أنت كذلك إذا ما سافرت إلى أمريكا أو بريطانيا لا حاجة لك أن تدرس، أنت فقط تشاهد الناس كيف يتحدثون في السوبر ماركت، في البقالات، في الأماكن العامة،
وتتكرر نفس الأسئلة فتقوم أنت بحفظها وتكرارها. أريدك أن تطبق معي نفس الشيء. What's your name? What's your name? What's your name? غير. What's your job? What's your job? What's your job? What's your email? What's your email? What's your كما هي أنت تغير ما بعدها. What's your mobile number? What's your mobile number? كم رقم جوالك؟ What's your hobby? What's your hobby? ما هي هوايتك؟ What's your address? ما هو عنوانك؟ What's your address? What's your address? What's your first name? ما هو اسمك الأول؟ What's your last name? What's your last name? أنت الآن لو ركزت معي أنت حفظت في البداية سؤال واحد What's your name؟ قمنا بتغييره إلى What's your job؟ What's your email؟ What's your hobby؟ What's your first name؟ What's your last name؟ What's your address؟ السؤال الثاني الذي أريدك أن تحفظه من ضمن العشر أسئلة ثم تقوم بتغيير كلمة واحدة وهو Where do you live? Where do you live? احفظها مع بعض Where do you live? Where do you live? Where do you live? غير live إلى Where do you work? Where do you work? أين تعمل؟ Where do you study? Where do you study? Where do you eat lunch? أين تتناول غداءك? Where do you eat breakfast? أين تتناول فطورك? Where do you eat dinner? أين تتناول عشاءك? Where do you play? أين أنت تلعب? Where do you play? أين أنت تلعب? Where do you sleep? أين أنت تنام? Where do you sleep? أين أنت تنام؟ وعلى هذا الحال أنت قمت بحفظ مجموعة من الأسئلة هذا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني أنت في الأصل حفظت سؤالين لكنك قمت بتغيير كلمة واحدة فأصبح هذان السؤالان أو هذين السؤالين 20 سؤال 15 سؤال وبنفس الفكرة أريدك أن تغير النمط وتحاول أن تحفظ مجموعة من الأسئلة وتقوم بتغيير كلمة واحدة فيصبح 10 أسئلة عندك 50 أو 60 أو 70 سؤال وكل ما أريدك أن تتخيله أن 50-60 سؤال محفوظة لديك والأمريكي أمامك والأجنبي أمامك الذي تخيلنا أنك تريد أن تحاوره فتخيل إن سألك هذه الأسئلة أو أنت سألته ماذا سيكون الوضع؟ أكيد أن المحادثة ستكون رائعة ومستواك في اللغة الإنجليزية سيدهش الجميع طبعا إذا ما انتقلنا إلى سؤال جديد فتستطيع أن تقول How old are you? أريدك فقط أن تحفظ الصوت حتى إذا يقول الشخص أو الطالب يا أستاذ أنا لا أعرف كيف أقرأ لا أستطيع أن أعرف معنى الكلمة احفظ هذا الصوت كما هو ويعني كم عمرك How old are you? How old are you? كرروا معي How old are you? How old are you? تستطيع بعد ذلك أن تغير هذا السؤال وتقول How old are they? كم عمرهم? How old are they? تسأل أحد عن أطفاله How old are they? How old is he? How old تبقى كما هي وتغير Is he كم عمره أي الرجل أو ابنه How old is she? كم عمرها? How old is she? كم عمرها? أو تسأل على عمر البناية. How old is it? How old is it? تستطيع أن تغير السؤال وتقول How old is your son? كم عمر ابنك? How old is your son? أو How old is your daughter? كم عمر ابنتك? How old is your daughter? How old is your brother? كم عمر ولدك؟ ركزوا أنه أصل السؤال واحد ولكننا قمنا بتغيير السؤال سؤال جديد
Do you have children? هل لديك أطفال؟ Do you have children? هل لديك أطفال؟ نغير فقط كلمة واحدة وهي children، الأطفال. Do you have children؟ نغيرها إلى Do you have brothers؟ هل عندك أخوان؟ Do you have brothers؟ Brothers، إخوة. Do you have sisters؟ هل عندك أخوات؟ Do you have sisters؟ هل عندك أخوات؟ Do you have friends؟ هل عندك أصدقاء؟ Do you have friends؟ هل عندك أصدقاء؟ Do you have cousins؟ هل عندك أبناء عم أو أبناء خال؟ Do you have cousins؟ Cousins. إذا تحفظ do you have وتحفظ how old وتحفظ where do you وتحفظ what's your، ثم تغير what's your name job وغيره، where do you live work study و how old تحفظها are you is he is she do you have، تغير children brothers sisters. ثم السؤال الجديد how many children do you have، بعدما أن سألت صديقك هل عندك أطفال فقال نعم، فقلت له كم عدد أطفالك، how many children do you have، أنت تحفظ how many do you have وتغير فقط children brothers sisters friends cars، how many cars do you have، كم عندك سيارات، how many books do you have، يعني how many do you have كما هي تقوم بتكرارها حتى تحفظها، ثم تقوم بتغيير كلمة للchildren والbrothers والsisters. أنت تريد أن تسأل شخص منذ متى وأنت هنا، يعني أنت قديش بقالك في هذه الدولة أو في هذا العمل، أو السؤال هنا how long، how long have you been، how long have you been a teacher، كم لك وأنت مدرس، how long have you been here، منذ متى وأنت هنا، how long have you been a doctor، منذ متى وأنت دكتور، how long have you been in London in Paris in Thailand in Malaysia. سؤال جديد تريد أن تقول لأحدهم هل ممكن أن تخبرني يعني القليل عن نفسك عن عملك عن زوجتك عن زوجك، لا زوجتك بلاش ندخل في مشاكل، can you tell me a little about yourself، can you tell me، هذا الجزء الأول احفظه، can you tell me، كرر معي الذي يستصعب الموضوع سأثبت لك أن العملية بسيطة، can you tell me، can you tell me، can you tell me a little يعني قليل، can you tell me a little about yourself، about يعني عن yourself نفسك، can you tell me a little about، هذا هو ما تحفظه كامل، can you tell me a little about، كررها، can you tell me a little about، can you tell me a little about yourself نفسك، your son ولدك، your family عائلتك، your job وظيفتك، your city مدينتك، وعلى هذا الحال غير كما تريد. سؤال جميل جدا نحتاجه جميعا، what do you think، what do you think about، what do you think about، وهذا السؤال يعني ما رأيك بي، ضع الكلمة التي تريدها، what do you think about my car، ما رأيك بسيارتي، what do you think about my job، ما رأيك بوظيفتي، what do you think about، ما رأيك بي my brother، أخي، what do you think about my sister، بلاش sister، what do you think about my house، ما رأيك ببيتي، what do you think about، وضع الكلمة التي تريدها. إذا أنت تحفظ كرر معي what do you think about، 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 كررها أنت، حاول، نعم أحسنت، what do you think about، وضع الكلمة التي تريدها. من الأسئلة الجميلة أيضا عندما تسأل عن الوقت، تريد أن تسأل أحدهم متى تستيقظ، متى تنام، متى تذهب إلى العمل، متى ترجع إلى البيت، متى، what time، what time do you، تحفظها كما هي، what time do you get up، تستيقظ، what time do you go to work، تذهب إلى العمل، what time do you sleep، متى تنام، what time do you come back home، تعود إلى المنزل، what time do you eat lunch،
متى تتغدى؟ What time do you eat breakfast؟ متى تناول الإفطار؟ What time do you eat dinner؟ متى تتناول عشاءك؟ What time do you play football؟ وعلى هذا الحال آخر سؤال، Which do you like more؟ أيهما أنت تحب أكثر؟ Sport or music؟ Which do you like more؟ هذه اللي تحفظها، Which do you like more؟ كررها معي، Which do you like more؟ Which do you like more؟ أيهما أنت تحب أكثر؟ Fish or meat؟ السمك أم اللحم؟ Sport or music؟ Paris or London؟ Football or tennis؟ Swimming or diving؟ اسأل الأسئلة التي تريدها. إذا أنت الآن لو ركزت معي، هي 10 أسئلة أخذناها. What's your name? Where do you live? How old are you? Do you have children? How many children do you have? How long have you been? Can you tell me a little about yourself? What do you think of? ما رأيك بي؟ What time do you؟ الساعة كم تعمل الشيء هذا؟ Which do you like more؟ أيهما أنت تحب أكثر؟ قم بتغيير الكلمات التي تريدها كما تشاء، وعندما تريد أن تغير كلمة يصبح معك سؤال جديد، فتحول العشر الأسئلة إلى 50-60-70 سؤال. تخيل أن 60-70 سؤال كيف يصبح مستواك، سواء إن سألت أنت أو سئلت سألك أحدهم، تستطيع أن تفهم ماذا يعني ما هو المطلوب منك. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، وأتمنى أن تمارسوه، واكتبوا لي في التعليقات كيف كانت النتيجة. شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا. لا تنسى الاشتراك في الفيديو وشارك الفيديو مع غيرك، واضغط لايك إذا عجبك الفيديو، ورابط القناة الجديدة في الوصف أسفل الشاشة. فائدة رابطة القناة الجديدة هو دمج دروس المحادثات والمستوي الأول، جمعت دروسها كاملة في فيديوهات محددة. شكرا، مع سلامة الله، good luck.